إلهي القرآن كأنه نوعد يجي عدو نمذا شيطانك إن بان الله سبحانه وتعالى كتاب كيسا آيات بدن وحوكو عدي وصي واضحة يسي تضبن بإلهي ووعدي سبحانه وتعالى عدو نمذا شيطانك ووقمه بني آدم كسيدي سبا خاصة ضدك حق إلهي قرتي سبحانه وتعالى وإلهي الرميي بعد أوتي الله سبحانه وتعالى أرن كاسنا إنه دينك بحيي وإلهي سبحانه وتعالى ضدك مؤمنين تاء سخاص يسعى مع ضدك مارت وحوى إني كتحدران شيطان كي عداو ديسا بعد أوتي الحوار كبيرا ونحمر وإلهي سبحانه وتعالى قرآن كيسا وكاقي صادي إلهي مركي سبحانه وتعالى أمر كيسي وديدي والله سبحانه وتعالى وكسو صاري جنديسي الله سبحانه وتعالى لولك الله سو دجي بلنتي وقاضي مركو إلهي فوقي يا سبحانه وتعالى وإلهي سبحانه وتعالى أن على ذي إنه قوام كو قاري إنه أسقنا بعضي يو أمارته وضضع يضريقة وصن كل حيوه عدك استو إلهي رميسي سبحانه وتعالى مع ذلك أيها الله سبحانه وتعالى لنعك لو حدقنينك بحيي إلا إسكيلا لي عذا ودى الشيطانك والله سبحانه وتعالى وقرآن كيس إنه وعدي بلميه أصاق هذي إيه ذلك ووجره إنه مارك توحويان طريقة ضدك اللحية يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة وربني آدم يوسى الشيطان إن في النين أو دينتين إذن كفي النين يا أدونك نبأ سيدا أبياش أبياش جنده وقصه صاري مركو في دنيي أبونا آدم يا أمنا حواء sababti waxay keentay in jannada laga soo saaro siduu markaa ugu guuleystay inuu jannada ka soo saaro ilaahay subhanahu wa ta'ala xikmad iyo ashir iyo maarati ilaahay ha kala hado subhanahu wa ta'ala laakiin markii uu ku guuleystay inuu ka soo saaro adinkana idin kama haraaye ka digtoonaad u leeyahay allah subhanahu wa ta'ala oo yusan infinaynin wala yasudannakum ash-shaytanu innahu lakum aduwwun mubin shaytanka yusan wadada idin ka leexanin wanaagsan محيلي وعدو مبين أهبو لي الله سبحانه وتعالى آيات إلهي واتيه كلها يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ضدهم مؤمنين تأودوين كالشيطان كي يدرغي سهراعنا إشارات كاس أوضان إلهي سبحانه وتعالى إرشادات كاسي وحوضتك مؤمنين تإلهي أغدق يا سبحانه وتعالى إني كتحدران عدو لماذا شيطان وربضتك إنه طريق حقك يليحي وأن أوتي الله سبحانه وتعالى هرتي دارت أو كمري إنه بعض يوم أصوى ولبا أذيك سنة يودوين يقاربك لا قدسا قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين إلهي هرتي بلان تاكو قاضي وأن بعض يوم يا أبو رسال إبعاد يسي وحنا أولي إيمانا يا ملك سر أفضل سر يا لأقعدن لهم صراطك المستقيم وضل على توسن أو مستقيم كا ووضل إلهي إن أمره إن قادنه ووضل إلهي أمره سبحانه وتعالى إن كل جنانه كل حنن ومدوا إلى الله سبحانه وتعالى وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه وكتاب كاس سنة النبي صلى الله عليه وسلم عليه تاسو حكومة إبليس يشدار حكومة دار إنه ما أردت أفضل استدادك سيء ضريقة أقل ليحيه ضريقة ما أردتك الله حتى نقف باذيوبي وهذا كان عيباته لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم هرتوغا أغي إيمانيا قضالبا أغي إيمانيا بمعنى حالتك استاء أن كوبا ديانك رأي وصيرك استاء أيان أليك سنيا gadaal iyo horey midig iyo bidix intaba ma aratay waxa weeyaan waan ka iimaanaya oo maxaa rabta ujeedadaada maxay tahay inaadan helin cid ku shukriso oo dariiqa qaadato
إن هذا نهلين أيان أنت أصمعين يا آياتك واتي ربي وكلها سبحانه وتعالى سو إلهي النظر والرأيه وعدك إياد قودك إياد بلمها أقابي قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولا أغوينهم أجمعين ها وان باذيين إياه ووحان أقرحين إياه باذي يولان أقرحين إياه ودلك وحي يولان أقرحين إياه وحاصرنا وحان أصمين إياه إني باذي يوبان دمانتو ديني باذي يوبان عداود أمرك إنتا الليك ولا ليال وإلهي سبحانه وتعالى سيوبضاً ونووشيغي وأرن هبون أو القفك مسلمك أو مؤمنك أو أغلي غلي لائقوه إنو كتحدد عدو نمداس إبليسك إيا الشيطان أو وصائش إيا ودوينك أو استعمال إيا وقفك وكسو قليو إنو برطاؤه وكتحدده وشي مهم أوي إلهي سبحانه وتعالى وحلو شيء يقفك الشيطان راعة أو أن كدك تونانين أو وسيلوينك إيا ودوينك ومرا إيا وآنان كبراروغين إنه هلاك يمارته وحوه ينكتور يهلاك ينكتور ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا قفك الشيطان ولي كدكتاه بمعنى أطاع الشيطان شيطان أنكت حدر أنكبر يروي الشيطان وسيلوينك يمارته وحوه ينمداخش ومارته كسو قليه قفك أصيع ولي كدكتاه إلهي كسك سبحانه وتعالى ويتكل لحظة أوامرت إلهي سبحانه وتعالى يمارت الله إرشادات كيسي يتكل لحظة وحوياً ماركت الشيطان اسكدب قلاء أولي كيشا قفك سيوحو خساري خسارة عدبو خساري أغري أدوم قفك وقساري وإن مرك قفك مسلم كأوغادو الشيطان هدو أطيعه الشيطان دبقلو وصائش الشيطان أو كبا ذيين يوقفك الراع وقفك إنو خسار أغري أدونا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير وحلو الله سبحانه وتعالى كتحدد عدو لماذا الشيطانك وشيطانك عدو بإذنية هي أرنتا أغادة كان سميست عدو لأن عدو قاقة سيدا أغلق صليمك أوكينا يا عدو قاقة وإن عدو كان لقتوه عدو قاعد مركز عدو كل جاتو وحد كبد بادي سامركا وسيلك استا يا طريق استا وربيع عدو النبلا وكو قوائن ومارته وحوي كوها لقو مركو حكول يا الله سبحانه وتعالى عدو قاعد شدنا وعدو جينا عدو كياش محايا لي وحكش قينا يا شيطان وانت سوجود يا أمر يا إنه إذا كم إنه إذا كم تجو أتكم من نقطان حزب جيسا حزبي سنة دي حقوق قدام بينا يا شيطان عذابي وحقوق قدام بينا يا عقاب الله سبحانه وتعالى يا جهنم لا أمل أن جهنم منك إلهي سبحانه وتعالى جهنم كبو حنا يا أبو رأذي يعدك رعذبا جهنم كبو حنا يا مرك مسير كيسة وهلك هوية ضدك مرك وحقوق بعضينا يحويان هلك إلا لقل الربا وأنا مرك تحدي كم وجسوي وأنا انتباه كل نراتوي وأنا إسكيل على صاح ضروق ضا يمداقشة وكاسو جلي كرا وكوفة سادين كرا أنا إتاد برتو عاد إسكيل على صاح وشيء مهم أوي يعني بعد وقتي ولا ليال حكمة وين أيلو أي كجر تولاه وقرنا يا سبحانه وتعالى عدو جاس الأركيسان قف كست أو بني آدم قال لي إما تقنا وحوي يا مسلم بقى وحي الله كل مانيي أو قفكاسي قرين لا الشيطان عدو قاس إلهي أوصاء برارو جنيو حضر قفكاست وحا كل مان الشيطان بالله صعوده عدو مركب كل صعوده ومين لا أكاجرين عدو نكوة مين لا تكيين لا حنكرتنا أي سنجرين وإن أدمارت وحويان دكتوني ديراد زيادة إن أدقالتوه نبي صلى الله وسلامه عليه حديث كمام مسلم وصوصة من حديث عائشة رضي الله عنها نبي ويديس صلى الله وسلامه عليه ومع كل إنسان شيطان
إنسان كست رسول كلاه وما شيطان بالله صعده مركز النبي يقول نعم ها مركزه هو حيكون تري ومعك أذيع حتى معك ما شيطان ما كل صعده ما شيطان بقرين كلها مركز النبي يقول صلوات الله وسلامه عليه نعم ها لكن وحول ربي يبا يوكلمي ربي يبا يوكلمي حتى أسلم إلى أوك إسلامه معناها الشيطان كمرك النبي قال قرينك الله قد يقول صلوات الله وسلامه عليه ومد إسلامي وإلهي سبحانه وتعالى وكلمي هو إسلامي لكن متى هذه كل الصعدة ومد عدو شيطان كافر رب إنه كل ميادنا وحمد وين إلهي سبحانه وتعالى وقرنا سبحانه وتعالى وهذا مركب قفك المسلم كأه إنه كتحدر أرنتاسي هذا ولا لي لو دوين كأي ضرورة واستعمال مركب محاكم إذا مداقش ضدك وكسر قلب محاكم إذا سيدي ذا ذاتك صالحين تاع إبليس كا على شيطان كا تحدر بك قبان ونوجي هاسك مع ذلك أيام مرب ضد قفك وحسن أوت سينين وح أركيان إني تاع وح حلاقة يكون حلاق سميان أدوق يودوين يكارتوين بو استعمال يا حاول يا المعركتي قفك إلهي إيمانك يسقوي وكدقي وحكمت يا إلهي سبحانه وتعالى إيمان راسق أوسي وفامي وحنو كد ذالي يا أسيا دريخ استا يسك استا ومعرتي وحاول ينكو وسو قل لها ووضد توسن كاقل لي حلها إنو صامر مع ذلك مركي أخذوا حلقي يا با أما السيدة آية طيبة إنو سنقفك مركو هوري سي معرتي وحاول ين عد أوسن أوسو هجومين وح معركتي ظاهر كيسر أي وناكسنين خاصنا كهلا يسن إنه وحوي كوما ولي أو كعدي وح وناكسن تاسنا أي كنتو إنه متقن وحوي ينكو بعضيه هذا مداقش أمريكا وحاكم ده ولا ليال إنه ضد كمسلمين تأذى حدود عداوات ليه أو حالك وأموره أو معركتي وحلي هذا تحريش كسمي وحل النبي صلى الله عليه وسلم عليه حديث إمام مسلم يترمذي إمام أحمد بايسو صاريان من حديث جابر رضي الله عنه وحل النبي صلى الله عليه إن الشيطان قد يئس أن يعبدوه المصلون في جزيرة العرب شيطانك وحو كبوستي ضدك المصلين تأه إني معرتي وحويا أي عابدان ودوينك سمران جزيرة العرب وكقوس أرنتها أيضا لكن أرنتي مركي وكقوستي إلا عابد أصغر أو ربي بلا قد نكتو أما الشركي يحمانتي وحمارتي وحاولي أن أخرحيو لنا عكرا أيو أبدليو ولكن في التحريش بينهم لحدو ذي مارتي وحاولي أن إنو باس إيه مارتي مصائب لحدو ذي أيو كشقي وضدك المسلمين تأها على الحمي إمارتي حمان لحدود أوردغو أيوك شقي لكن حقوق ليسوا إن أسايا لعابده نبي صلوات الله وسلامه عليه ما لم أرمها كمدة سيدة سليمان بن سرد رضي الله عنه والنبي كورنا يقول ليها كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم نبي قال لفد يا إمالي مالمها كمدا والرجلان يستباني لبن ننبا إسعيضي والنبي قال لجوك صلوات الله وسلامه عليه فأحدهما متكود با مركا عيضي مركا إسعيضي متبا أدو حناقي احمر وجه يسيبا مارتي وحاوي ينقذوتي اندبا قذوتي نبي قال لفد يا صلوات الله وسلامه عليه وتحريش يسكو دير شيطان يسكو دير ايوه مركاسا واحد بعضي نمكي مدبا انديه سقدوتي ووجيه سقدوتي حيدي سلم باكعي حناق درتي دادكو بلادك اسم مقفبا مركو حناقو وحاوي مارتي ان اسوغير ميشو مري مع ذلك النبي صلى الله وسلامه عليه ninku u yimid oo nabiga dardaaranka iyo nasaxada waydiyay nabiga wuxuu ku yiri la taqdo laana albaabada iyo turuqda sheeydaanka uu ka soo galo dadka waxa kamid carada
مركاسا النبي صلى الله عليه وسلم عليه وحكويري رجل لفدي إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد وحنقرنا يا أبو يري كلمة هدو إلهه أما أرى لها وحا دريمي وحناق يمارتي وحاوي عند قدود وحا قنو إلهي وكقاد لها سبحانه وتعالى مركاس النبي وحو تلمامي صلوات الله وسلامه عليه وشيغي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هدو إلها إيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد وحا دريمي وهلي ويكتق لها معنا مركا وحا كوضا وحيابها إيه دروغة إيه ودوينكو استعماله وحاكم إذا أددك وكسو قلو إنو أددك دحذو ذا كشقيه سيسود إلهاية وحاونا أذيك سنة وحاويان قضبك إيه عردوي عرد مع ذلك عردو حيكمتها مداخشة إيه بوصسك الشيطان كددك وكقلو إن هذا مركا إسكت حلو جيسو إن هذا المعرتي وحاويان هذا عرب هذا ما أردت أيضاً قانون عرب هذا تحكم يكرين لا شك عرب قفك السيدة بعرب أهم تأيده السيدة ما عيب اسمه وقفك مركو أركم حرمت إلهي يقول واحد قد بينه عيبه إنه إحنا قوي لكن إن ضبع جاء أو نقض ضبع عربك سليسن وقف حناق بدن عاد نقطه وحال كاسمارة الشيطان وكيل يا فرصة يمدخل وكجله وحاول ينقفك وكجلو معايا لقفك مركو عروض أيها الإخوة والأخوات قفك وحاكبه ما يكونترولك مع ذلك مررك قاركود وحاركيسا شرع هذا الإسلام كعرض نفتي إذا مررك قاركود إن أنا حب قفك مركو عروض ألوود يسكرين وأحكام إسن كسر توي إن مررك قاركود عرض مركا هير كجالس إسن قفك مسلم كوانو إسكيل على يوم وإن قفك مركا عرض يسأو قرصدا وأنه قفك تحكمك على عرديس نبي قواتي أولها صلوات الله وسلام عليه صحابة ملك ويدية ما قرانا إسان ننك أضاك وحوق له وشديد كا صحابة وحي أفه منها نيوان قرانا إنا وننك أهل لك دمي دهنا ونعيس الرؤل أهل ديجين حوقي وحي أفه من حوقي ما رتي حوقا عادية مركال سويري مايا ومدى إذا ننك ما رتي وحاوي يان ننك الدران أه أو أضاك أه وأنك مركو عرود عردي سعرين كرو استحكمي كرو وعردي سقرسن كرو مع ذلك ما أنت المصائب أيها الإخوة درت أورن أصل وحاؤه على أصل واه قيسك بربري على أصل واه أصحابته يضدك صاحب الله يسكون في عنان سألك كرين عرو أيك باللابطي لسوا عرودي ومركب مداخش الشيطان كا يبوسسك الشيطان كا ميلاه أقوى وين قفك وكسو قلوي وأي مركب قفك مسلم كا عردي سأو كونتروله إسكنا إلى عليها إنو مأرتي وحويان ونقض قف عربضا مع ذلك حتى مركب ديب أفيريسيد عذو روح على يقع هذا عربا أو حلا يقع هذا جرين سمارت وقفك حتى وحلا يقع عاثمات كيسا ينفتي سأنا ديب أكانتو بدل المركز لقى صوت أفعاشه وحيابه وصمينا يوه أحكام تكررت الميسو وهذا رتي هذا المركز نقترك أوتك تضدك سكرت يديكرك قبائي وحال ليه مارتي عردين هاشرة مارتي عروننا هبي إسكدك بكلين هبي سمارتي إن مركز حال وقفك مسلم كأه وإسكيل عليه وأنا مداقشة يبوسك شيطان كأوقفك صوت قلوي هل كان مركو كاهل ومركو الشيطان أو أول عريسان أو كهلو وكو عيارة يا مركو غاركوت سوارت علمات وحي أرنجلين سيدا عرورتا إيركا أكرادا يا مبلوني أيو عياران أيها الشيطان كددك عريسان بوساء أو عيارا مركو هذا حكا صباحا يقفكو حكا صباحا يا هذا الله يمارة أفعال مركو كده عرادا يكدك تو وعادي النقضو ولي يابا يوليه روحان ميائري لغي يابا حتى إنو إنك روحان إنه مركب قفك إسكا إلى عليه عرضه إسكا إلى عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم عليه عرضه قفك مركب عرضه النبي وحوت الله صلى الله وسلم عليه سيد عرضه سيد عرضه أود جلها إنه قفك ما رت وحاول أن هدويه قف حناق سن حناق دي سي حالدي وكو حناقي سيد وأهم مركب حناقي إنه التغيير كسمي إنه بدله
هدو تاجنا إنه فريستو هدو فريدي يعني أنا أصيح ذا وهكذا قف كان وجهي سجدودنا يوندي هي سأيمارة عصانا يان أو دبعتلهن يوحنا أصل وحواء شيطان كوي وحنا الدليل وحديث كذا أنت الماما جاي والنبي أولها صلوات الله وسلامه عليه إني لا أعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد هنقرنا يا كلمة هدو أرى الله وحى أدريم يا أيكتك لهيد أو النبي أو الشيء ويرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم عرض مركي وحاويان وحيكمتها مداقشة يبوسسك قفك وكقل الشيطان وكقل نعم وحاكمتها أورا ريال ضدك الصالحين تأه مداقشة الشيطان وكقل وحاكمتها إساءة ظن إن مراها الله يسحميه وددك ولاكسن يددك مسلمين تا يددك ولا رها أذ مراها أط حميسو أو أط كم ولا يستوحم سيدي سب مراها يظنجا بدن كيسوا كذب يبن يحماموي هذا لا أطقفك ولا لك أط أم ولا يستوحم صح أرين صح معه وحين كم تهي مداقشة يبوسس كشيطان كقفك أو كسوجلو ولا لك ظن حم بكوت صيا أط أم ولا يستوحم خلاص وحد كق هذا الإنسان مركا قامئي وحد بكق هذا الإنسان فهم قلده ما تكق هذا الإنسان يد الله جي أبو سيدا أدوفه عن سنتها أما ظنني أدوها يستأني سأهين بق وين بعد إيه بدر يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ملاها غركي وحويان وحويان وإثم يدم بوي marka qofka muslimka waxa la raa qofka walaalkii waa muslimka inuu umaleeyo malaf yaan inuu umaleeyo madaqisha marka uu ka soo galo waxa kamid ah qofka in malaxun aad umaleeyso hadiiska wad garanaysan Cali ibn Husayn ibn Husayn radiyallahu anhuma nabiga sallallahu alayhi haaskiisa safiya ayaa nabiga waxay ku soo booqatay sallallahu alayhi masajidka asagoo nabiga ictikaafsan نبي أتمت صلوات الله وسلامه عليه والنبي يسوي زيارة النبي اعتكاف بكجرة طبقي دم بقى رمضان كا النبي قام مساجد كيس سيع اعتكاف هي حاس كيس صفية صوب وقته النبي مركه ولش كيستحوجا صفية رضي الله عنها مركاس استأجتي سيع سجن نقطه فدام النبي عليه الصلاة والسلام صلوات الله وسلامه عليه مركاسو النبي قال لي استاغي سبل أوسي سقوتي حوغا حتى إذا بلغت باب المسجد إلى النبي أولق قارسية أما إقارتي الباب كمساجدك النبي صلوات الله وسلامه عليه مركي ومركة وحاويان وماركتي وحاويان صدويي أي واحد على النبي أصور لتها إن صلوات الله وسلامه عليه أي مرة رجلان من الأنصار وحصامر لمن أرى أنصار مع صامر النبي يحاسك ما يجي تاجن بركاسة السلام النبي صلوات الله وسلامه عليه فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بيراده وحين اسكدرن سلام إيو ayagoo maaragtay xogaa socodkii boobsiyay oo xogaa maaragtay runtii niman yar daran galay amal u eeg nabiga iyo qof dumar ah la taagan salaatullaahi wa salaamu alayhi nabiga salaatullaahi wa salaamu alayhi markiba wuxuu fahmay ibliis iyo shaytaan inay jaanis meeshaas uga banaan yahay oo nimankaan inuu ku ciyaaro ay halis tahay oo malaxun halka maaragtay waxa weeyaan ay ka qaadaan waad garanaysaa nabiga sallallahu alayhi wa sallam alayhi markuu ka hadlayo shaytaanka yajri min ibn aadam majra yadmi wa nabiga sallallahu alayhi wa sallam alayhi xididada dhiiga meesha uu maro oo kale ayuu shaytaanka maratay kamara ugu dhax jira inuu badalo oo dhanaxun iyo malaxun maratay waxa weeyaan ay nabiga u maleeyaan sallallahu alayhi wa sallam alayhi markaas uu nabiga si arinka uga hortaga salaatu Allahi wa salaamu alayhi wa wuxuu ku yiri markuu arkay ayagoo degdegayo ala rislukuma warnimayahu tartiib u socda
ترتيبتين إزدجية محايا لي إنما هي صفية بنت حيي وصفية قف كان قف كلامها وحاسك هي صفية وهي إسلام كلو أجنبي معها لأنه حاول قفك ما لها تهموين كإي مارتي وحاول يعني شكك كجرو إنه كفوا عليه قفك مسلمك قولي ما شر هذا خمر يقرن يلوي يبيو لوي قان أما جاد لوي يبيو ما لو بني ولا أكثر كسر بحي هذه الأركو على عقل قفك دوسا كل نجاتك يقرر واد عبته وسكر اعتقاده يا مركي سو قلبي سو قلنا يا نكها ولا أكثر ما شر وح أقول إنه قرا يا ما شر حلاو كويس أو سوارت تهمدي مركي النبي صلى الله عليه وسلم عليه يمدخل إنه سنكه لأن ما كاسي الشيطان أيو النبي وصاحري صلوات الله وسلامه عليه الباب وصاحري على رسلكم أبو وترتيب وصعدة محايا لي وصفي قف كان قف كلامها مركز النبي صلوات الله وسلامه عليه مركو سايري صحابتي لبدي نن ويستجع سدين سبحان الله يا رسول الله رسولك إلهي وإلهي بأن نزهنه ما أنك وحاس مارتي قلبي قنية قليني إنه وكبر عليهما أرنك باكوين هذي سمارتي فقال مركز النبي وحيري صلوات الله وسلامه عليه أصوقا عنيه إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ دمي وإني خشيت شيطان وحيري سدي سبق ما يشى مارتي ليقى ضدك وكمر مارتي أيو مارتي قفك كجارة وحكاسو ليقى كمرة وحان كبغي أن يقذف في قلوبكما شيء إن قلبك إن وكل ذان كبغي لنبي صلوات الله وسلامه عليه حديث كسي إمام البخاري مسلم هو يسوى صارين وكذلك أبي داود يا إمام أحمد هو يسوى صارين ساسا مركة واحد علي إن ما أركت وحاوي يا النبي صلى الله وسلامه عليه وأصوح رئي البابكي مضافيش مركة يبو ساسك ما أركت وحاوي يا إبليسك وما أركت وحاوي يا كسو قليا وحاكم إذا عددك مراها حن إن مركة وحالة باقفك مسلمك أقفك كلوء ولالكي وصن أمرين حمار أمرين لكن والله يا ما أنت مركب أركتان واحد تاجن يواقع يوحل وجره وادي هاي بيسا إسكب ما في حاول ينتهمي وحلاقيه بقى مركب قاركوت حلاقيه بقى هذا العد أو أطرحه تا أما أرنو عد أو واضحة وحلاقيه بقى قابك لأن الله فسر توسكر لوتو أرنا الاحتمال قلي كريم وما صائبت إيا لباتوين كإيا فتنت إيا مانتيتو مداقش الشيطان كددك أو كهلي ويان وإن مركي قفك مسلم كولالك أعطوما ليسا هناك ساسينا هيا ضدك هناك سنة يسلفك أمدا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولالك هذا الكسو بحي أما كلمتك سو بحي أنكو احتمالي كرا أنكو حنباري كرا ميلو هناك سن هدي حاتربتو سكرا هلو ملايه أما مارتي وحويا هدان ما مربا ويهلي كرا مقرج يبوس أن وناك كو حنبارو وناك قاسا أنكو احتباريا وكو حنباريا ويهلي هذه مركنا راح اسكم على الصباح حسكم على الاول يا ارن سحما وانا قفكه كوبا دقنتا اما اد كو قيميسا وها اما اد كو ارغت اما اد كلا كلنت اما اد عديمه او هيسو ان مركه لا اسك الى الله ايها الاخوان اسك الى الله ان ان ددك ولالها اه ان امرينو ملحن ان اوغانو اني تهي طريقي اي ودوينكي اي مداقشي ابليس ددك او كسو غلي إنا مركة تحدد بدل أرنكا كم وجود نواشي أدي أدمارت وحويان مهم وحويان مداقش مركة شيطانك وحاكم إذا إساءة ظن ضدك مارت وحويان مسلمين تا ضدك صالحين تا إن حدود مارت وحويان ملاها ويسوح ميو نعم وحاكم إذا أولا لأسيد وكلا شيطانك أساليب تا إمارت ودوينك واستعماله وحاكم إذا قفك إن أكو قنعيه إن جهلي كأهاضه إلهي كتاب كيس يسمى النبي صلى الله وسلامه عليه إن قفك كو قنعيه أصله أديك سنة يطريق يودوين كلا بدن إن قفك جهلي ومارت وحوي أن كو قنعي قلبي كيس وقفك وحوي أن جهلي وسرق عبا أو جهلي قفك إلهي وكو عبد سبحانه وتعالى هدونا مالنت يوم القيامة عبادتي قفكي وصول سمينة يي وهدي آنان كسل اسنين
علمي يا أقون أن كسر لسنين وأن كسر لسنين قاب كلا يسوع أمري إن قفك واحد تعب أي نقضان وحبا بأمارة وحنا أوترن أغرب متقن وحويان قيامة وحموترن لا يرتاح أوترن مع ذلك ما أنت ضدك أركي سانو أهل بدعة أهل بدعة إن بدنا وكمل أو حلقية أو واحد أي كل دقيقة هنا بدعة أن أي واحد أي سمين أيام أيها وحيلتها إلهي أو قد هو سبحانه وتعالى لكن جهل إلهي كعبدين سبحانه وتعالى جهل يا مركا شدام وحكم قوليستي إبليس كم قوليستي إنه كوقن عي جهل يا يكوس جيهين مع ذلك أذكر وحكم مغلي أنا ما ولا هبا نك ما أنت قبر يقدر حفر ديو هلك عيد كم قادنا يو ماشى أسكفر دي عورن نك هم بدعاء إمارته وحويان وحن عورن قراءة إمارته أو أنا من وح مارته حجاء هاي سرين وحصي من سنة هاي إنه عبادة سنة يو وخير كده حجره تد كان كله بلي يبين هبا أنت بدلنا إسقاط الضوء وشيطان كسلسة وضوينك يضرب استعماله إما طرق مارة وحويان شبه قفك إنه كرد أو قفك شبهين فربضن وحنا العبادة هين يوحنا النصر هين يوحنا الإله أمر سبحانه وتعالى يوحنا دين هين إنه مارة وحويان تكون قرحيه وحويان مارة كوب بعضيه وإما إنه متقن يوحويان لنا على شهواتك كاس وقلاء أمارتي وحويان شهوة أمارتي حقيقة وكابادي مركا الله بداس عذر قيب كمل أويان جهلي يقفك إن مارتي وكوغن يقفك إن جهلي هاي مع ذلك إلهي سبحانه وتعالى واتيو تلماما يي قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا ورميانا نذين شيقين أولا المارتي إذن كبرى رجلين أو إذن تلمامين كوا مارتي وحويان خساري وعمل كوذي كو خساري عمل بيسمينا يا لكي وخسارين عمل إسلاهين إله المؤذين دوين يا سبحانه وتعالى أي سمينا يا وعبادي سنة يا لكي وخسارين إله وطمام سبحانه وتعالى الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا كوا شقدي أي شقينا يا عبادي سمينا يا عملك أي أدوية كو سمينا يا كو خساري عمل بيسمينا يا نقو وعبادي سنة يا هذا نوا خسارين وحين أسوها يستان إنه متقن وناك سمين أيام إلى إله ويلي سبحانه وتعالى وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا حي سمى لين أيام إنه وح وناك سمين أيام لكن وحهم بي سمين أيام وح يسن دليل ويسن بي سمين أيام عبادة أهل أمرين بي سمين أيام وكل رفاضين وأكو إله ويلي سبحانه وتعالى ما لنت يوم القيامة وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وحماركت وحويان إلهي حقي أوغس الظاهر سبحانه وتعالى وحيسن كعساب تنين أي ما يسن فينهم والنبي وتمام صلوات الله وسلامه على أنت يوم القيامة وحا إيمان دون ضد اللحظة صلى الله سوت كني معنى اللحظة الصلاة سوت كني اللحظة كي صلاة سوت كني مرك إلى عيان صلاة بعد إلهي الله ارتقي صلاة كبت بادان وبدأ الله من الله ما لم يكونوا يحتسبون حي إلهي اكتئ أوغس الظاهرين وح أي سفرين حوال إن ما هي لي أي خسارة مركا قدر قسراز أيها الإخوة لحدا سنة ننتو كنا يقول لي رحمك هل صلاة الله يا ما أقبلك سوه استنتا إنو تكنا يا عمل في عن سميني طرق ذي ودوينك أو استعماله شيطانك أيا كمدا وحويان جهل يقفك إنو كوقنعي جهل إنو كوقنعي حلقي يا باك دروستي والله أخنا نيو كتبتي والله أخنا نيو علمي والله فسره نيو كتاب القرآن كله تفسيره نيو أحكامتي والله أخنا نيو حلقي يا باك إن أتسوق لي سوسي بحيسو أي سبب مسؤوليات بكاسرنا أموس إن أحكام قيهم بآذن موذن يا أرن كمرك أرن سحما بحيرة هذا القف جهل جسدي سبا ضد كأهل كيساء موت كي أنت عم بلجارين هل كاسو أدوية كدلة وفي الجهل قبل الموت موت لأهله جهل هو موت وحنا الدلاء أهل كيسود دلاء موت كوربو بالدلابة فأجسامهم قبل القبور قبور جركوا ذرا وحكر دجاب قبور قبور تكوربو قبور خدجا وحنا مركب قفك مسلم كأه إنه كتحدرو أمارة وحوي قفك مسلم كأه
uusan maaragtay ku raali noqonin arrinka asaga ah madaaqisha marka sheeydaanka qofka uu ka galo waxa kamid ah jahliga kamid ah wa tu ilaha wallahu subhanahu wa ta'ala wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabi sa'ir hadaan ahaan lahayn kuwa aqli iyo cilmi iyo wax maqlo dad wax fahma aanada ahaan lahayn ma kunna fi ashabi sa'ir ma aanan kamid noqonayn ashaabta sa'ira kamaan mid noqonayn amarka qofka muslimka marka waxa weeyaan oo taxadir arrinkaasi ka muujiya oo qofka walaalay cilmiga sharciiga uu ku dadaalo inuu barto nuurka ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu qofka maaratay ku iftiinsado oo cilmiga qofka uu raadiyo cilmiga qofka uu barto si uu uga badbaado madaaqisha iyo boosaska sheeydaanka qofka uu ka soo galay naxam ayuha ikhwa sidoo kale waxa kamid ah walaalayaal inuu ka shaqeeyo ibliiska من نمدا أمضى إنه كلا دح بارتي ما تغنى كلا دح تلا أو كلا دح ما تغنى ديو عداود يسيء وجديد يسأت هاي إنه كلا فرفرة أرن كاسنا وحواء ذيك سنة يا كيان كي جريتان كأمض مسلم أه أو ميل جو تأمض دو نكسن أو صالحين أه سك استوى هكو كل منو أما وح جناع سي هكذا حيو أما هول إمام وكلا هكذا حيس إن أمارتي وحويان كلا فرفرة asagoo markaasi waxa weeyaan ictisaamkoodaas iyo waxa ay ku wada dhagan yihiin raba inuu ka baabiyo inuu ka baabiyo macdalika ihtimaamka ugu weyn iyo waxyaabaha uu sameeyo oo maaratay uu ku dadaalo waxa ka mid ah inuu gooyo xariga waxdada iyo maaratay waxa weeyaan ishaysashada dadka muslimiinta ishaystaan arrinkaasi uu sameeyana wuxuu qofka ku qancinayaa sidiisaba inuu qofka fardi ahaan asagoo fardi ah keligii ah in hawshan uu ku jiro ama barnaamijkan uu ku jiro ay ka haboon tahay inuu jamaacadan kula jiro wa taxriiskii iyo arrinkii aan soo tilmaamayna wey macdalika ilaahay waxaad ogtihin walaal dadka muslimiinta inuu amray inay noqdaan hal mid keliya xariga ilaahay wada qabsadaan kaas ay ku walaaloobaan nicmadaas iyo wanaagaas iyo khayrkaasi waxdada ay ku jirto inay maaragtay ku dhaganaadaan laakiin ibliiska wuxuu ku dadaalayaa ama shaydaanku uu ku dadaalayaa arrinkaasi inuu baabi'iyo arrinka inuu baabi'iyo waana mid ilaahay uu tilmaamay uu leeyahay subxaana wa tacaala ina shayaana lakum caduwun fattakhiduuhu caduwa shaydaanka cadow buu idin yahay ee ka digtoonaada cadownimada shaydaanka maxaa yeelay inamaa yadcuu xisbahu liyakuunuu min asxaabi saciir wuxuu ku dadaalayaa inaad asxaabtiisa ka mid noqotaan tu idinka saaro muslimiinta iyo maaragtay waxa weeyaan jamaacada muslimiinta iyo dadka kitaabka ilaahay ku walaaloobay inuu idinka saaro marka meel cidla idin geeyo arrinka marka runtii waa arrin raba dadka muslimiinta ah inay ku baraarugaan oo aad maaragtay isaga ilaaliyaan la ilaaliyo waxdada iyo walaalnimada iyo maaragtay isku duubnaanta in la ilaaliyo oo uu shaydaanka madqal ka helin in dhexdiinna uu baas iyo dhibaato dhigo oo markaa waxa weeyaan kayaankii iyo dadkii muslimiinta ay kala furfurtaan ilaahayna waa tii u lahaa wactasimuu bixablillaahi jamiican walaa tafaraquu iftiraaq marka inuu ku dhex yahay dadkii muslimiinta waa wadooyinka iyo darduruuqda uu isticmaalo wey macdalika dadka waxaa arkaysaa dad badanoo sideedaba markay arkaan ama maaragtay umama bixinba kumama kala soonaan karaan ama maaragtay kuma shaqayn karaanba dad ishaysto oo maaragtay waxa weeyaan midnimo iyo maaragtay kuwada socdo dhinaca uu boodaya shaydaan baa ka saaraya mogta smaratay shaydaan baa ka saaraya dadka mathal oo kale ama shirkada ah ama maamulka wada ah mathal oo kale ama mataqaanay waxa weeyaan howl wada hayo dadku dee isku araa ma aha oo isku ra'yi ma aha oo isku mataqana aragti ma aha oo isku maaragtay faham ma aha laakiin fahamka waxaan la isu kan keenay iyo nin walba aragtidiisaasi baa wax lagu noqdaa soo ma oo howl badan lagu qabtaa wax badan lagu jaraa haddii marka ra'yigaaga adiga iyo aragtidaada marka wax ka gedisan la keeno inaad wixii burburisaa oo aad wixii dhinac u tuurtaa waa madkhal madaaqisha shaydaan ka mid ah wey مع ذلك إلهي سبحانه وتعالى قرآن كيسا وحنا وطل مامي
نونا أمره وحل هذا الشورى مشاورة إلا الشوري وطلب إمارة مركز الله يسكنه رأي الله أروريه ماشي مركز الله أرك الصواب وعطك يوبته أدوس نوحي وح الناس كوري ماني آهين إن لقاته أو سيد عدتك إسكور رعان هذا من عدوك أبو دكور مركز فرصة إيا الباب أفرت مركز شهدانك مدخل إيا بوصنا وحوها لا ماشي وقصوك ولا تفرقوا هكذا تجينا ما داقش مركز شرائك وحكمت إنه افتراق قصة ما يه ضدك مسلمين تأه بحدود إنه قصة ما يه أو كلا جرجره وعرف مركز ضدك مسلمين تأه إنه كتحدنا وآدى سيئ العليان نعم وحكمت أول عليال وحيابها الشيطان ك ما داقش يسأ وحكمت إنه عبسي كرده أو تخوف وكرده ضدك المسلمين تاع أما قفك صالحة وعبسي قليو أصدقوا مارة أدنك سنة وحيابة بضان إيو أساليب أصدقوا أدنك سنة مع ذلك إلهي سبحانه وتعالى وحو تلمامي في سورة آل عمران إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين لا مركز الشيكي سبحانه وتعالى أيا وحوة الماما يا إنما ذلكم الشيطان أرن كاسي وحق وضوام الشيطان يخوف أولياء وحمارة كعبس قلنا يا ضدك أصيغ أولياء ديسا أولياء ديسا كعبس قلنا يا وحاس فلا تخافوهم هكبقنا عبس ديسا وحق وصمينا وحق ومارة إسكا إلالية محايا يلي هداتي ضد مسلمين أو مؤمنين لأن الشيطان إبليس كبغض على مبأهبا تخوفك يا عبس قلنت أو سمينا يا مركا إن هذا إسكيل على سامو دروغ بأي وحي كم تهي ودوينك وحاكم ذا أولا ليال قفك إنو تصفقري لنا عكستك تصفقري ونرش هذا أردن بأوكو تصف نرى العريري أه أو فقري كسليسا إن مركي مارتي آد وريرته أو عبسي كوغليو أو مارتي آدهي قرنم بولول والبهار كوغليو إلا مركي الدنبي آد بحثة أوه إذا جانس عبادتي إيا طاعاتك الله سبحانه وتعالى عبسي ذا إيا مارتي وحاوه ينخوفك إيا وحاوه كوبيري أو أه إن فقري وكدك قلبي أغا فقري وكريدو مع ذلك الله سبحانه وتعالى وحليه الشيطان يعيدكم الفقر شيطان كددك وحوية بوها فقر بوية بوها فقر بوية بوها لأن فقر أسل كيسة سيدي سبا إلهي بعددك أما وحوضاً كدك أما فقر كدك قفك مؤمن كمركة وحال الربا وحو إلهي سيئن وكو قنعه مداقشة مركة ددك شيطان كأوكقل ووريد الذنوب ووين وحاكم ذا إنه قفك تصي فقر إنه تصي وقفك قناعة إلهي وكق هذا سبحانه وتعالى أسي وما تخلق ضدك وهو جلوي حلاقي أبا نينك ضدك دعيو وحو ضدك ودعيو حلاقي أبا جاج إمارتي وحوي وحي إني أصل أطاه سمارت كان رادينا يا ملحتنا ماذا يكرسي يو حلاقي أبا إنه ليه فقر يأتك يبحدي وحاصو مركو وقرحنا يابا ومركو ومدخل الشيطان وقل يوه إلهي وحو تمامي سبحانه وتعالى شيطان كددك إنو إيبوها يا فقري وحمان وأمري وفقري مركو وكتوصوه وفقري عاد عرقتنا حمان بعد بطا الله وكو قارسيني لكو حالا بقفك مسلم كإنو إتو كبرا روارين تاسي يبوها إلهي حقيس وفيريا وصنفيرينين يبوها إبليس يا شيطان يبوها إنو صنفيرين الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم شيطان كوحيدكم يريا فقري يا حمام بيدكم يريا يا حدقود بيدكم يريا لكن إلهي سبحانه وتعالى يحيدكم يريا وذين يبوها يا نعمة وذين بلغ هذا الله سبحانه وتعالى يا فضل حقيقة هذا يا واسع نو سمارتد والله واسع عليم
إن مركب قفك مسلم كواحد على ربعه وإسكا إلى ليه أو إلهي وحي وسيين وكو قنعوه سمارتي والسيلان وسنكا قد لغان الشيطان ظروفته إيا مارتي وحاويان أرنته وكو سوغن يهي أدو فخر وكو سوغن يهي فخر قاسي إنه وكو كين إنه إلهي وحا وحرمي وكو دعا قفكاسي إنه سنكو كين مارتي وحاويان إنه حد قد بقفكاسي وإلهي حدودي سيء ورافه لأن إبليسك يحاوي شيطانك بد مدخل خاسر هذه الأيام مركا إنه يكون حد قد بيان وحد قد بتوه كده من هلاك إيه هذان أي كاتوران نعم إن مرقفك أو إسكا إلا عليه وحاكم إذا أولا ليال وحيابها الرمضة قفك مسلم كآه إنه إسكا إلا عليه أو شيطان كما داقشي سكم إذا حب الدنيا قفك إنه مارته وحاوي يان قلبي يسجل إيه أدون جعلك أدون جعلك وأرين ربك قفك مسلم كأيرو أذ أو تحدروا يا لأن الدنيا أنا أحد أكتي ولا ليال إله سبحانه وتعالى إني سأكتي سقيم بلا كلا هين وحما أنت تو مصائبته يدباتو ينك جلنا معرته وحويان أصر أو حويان جعل قفك الدنيا وجعليها مع ذلك حما أنت وح قفك وكل عيا أنت بدن بوحا أصر وحويان kudaanin maratay adduunyada uu raadinayo oo uu saa ugu dhacay markaa inuu markaa qofka muslimka waxa la rabaa adduunyadan sax wixii ilaahay kaaga qoray oo nasiib ah qaado laakiin inaad maratay waxa weeyaan adduunyadii jacaylkeeda iyo xubiga uu qabtay uu kugu keenay inaad xad gudubto waa min madaxil shaytaan wal hal markaa qofka muslimka ah إن الدنيا جعل كذا أي سن أكرن إن مارته وحويان وحد قد بقفك حطنا من النبي صلى الله عليه وسلم عليه الله رب قفك مسلم كأنا إنه كقنعه الدنيا عن السديد بقى إنه تهاي في تم يا مارته وحويان وحلقوها لأكسر أدوس قفك إلهي كبد بعدين سبحانه وتعالى فتن إيه مصيبة كوين أدوية ذا فتن تيذن إلهي كنبيك كجبتك أمدي صلوات الله وسلامه عليه وحلو نبيك صلوات الله وسلامه عليه أصور نبيك أبنارنا يا صلوات الله وسلامه عليه فوالله لا الفقر أخشى عليكم والله ما نكون نارتين أنا فخر إذن كجبغين ندشين فخر إذن كجبغين بغي وإن فخر أبا بعضان إذن كجبغين بغي ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم لكن وحان إذن كيبقيا إن الدنيا ذان لإذن فيديو سيدي كوي أذن كإذن كور رأيي لوغو فيديي ومركا صفة نافسوها عد كوتر تنتان الدنيا ذا والدنيا ذي قفل بقفك لا أقول لها كبت سهبل باف أصلك وحاول يضدك مسلمين تاع يضدك وناسين وصالحين تاع إن أعماش أقرأ كتر كتر تمام صاصين هاي سلفك ومدن لكن ما أنت توحم وضوح وح إسكعد وآه مصائبتنا هاي ستنا غيرها أقوى وين كم تاعي إن أكو ترتمينه الدنيا إن أكو ترتمينه أن سبع بيني إنه أن سهل هاي إنه وحبا على سور يبيني أفك إنه هلا أبا وجار الدنيا إنه جار نبي جنا بقول له صلوات الله وسلامه عليه والله إنا أنا أدوية إذا كيب إنا فخر إذا كيب بقين فخر إن أطبع بعضان إنا إذا كيب بقين لكن واحد إذا كيب بقيا إن أدوية ذا اللي ذين فذي اللي ذين فذيو سدي كو إذا كهر اللي هو فذي سمارت أو مركز فتنافسوها كما تنافسوها عاد كتر تنتان سي أو كتر تمن أو مركز وتهلككم كما أهلكتم كما أهلكتم ومركزي أي مارتي وحويان أد هلاك سنتان أو إذا هلاكته سيدي كو إذا كوري أي مارتي أو هلاكتي لأن هو كتبت من الديودي وما أيسن أبيل حلال حرام وما أيسن أبيل محاب بنا محاسب بنا عليه وما أيسن أبيل وروحا محاكة لندن نول بوحور الديودي قبو الديودي والله فري خلاص وحالا مركا قفك مسلم كائن وكتحدلو أرنك أصغا
oo iska ilaaliyo qofka muslimka ah xubb dunida adduunyada jacaylkeeda inuu maaratay qofka ku talaxtago waa cudur runtii waxa weeyaan cid ka badbaaday ay yar tahay laakiin waxaa la rabaa qofka muslimka ah inuu maaragtay waxa weeyaan uu taxadir ka muujiyo arrinta asaga ah arrinta ayada ah oo iska ilaaliya waa cudur weeye qofka ku dhaca weeyaan inuu qofka adduunye jeclaado cudur weeye oo wax walba qofka marka waxa weeye maaragtay uusan u aaba yeelina maaragtay waxa weeyaan xalaal iyo xaaraan iyo wax walba maaragtay uu suu ku heli lahaa keliya uu maaragtay waxa weeyaan u sameeyo نعم أيها الإخوة وحكمتها مركب مداقشة شيطان كمارتي وحاول ينقف وكسر وقله أي كمتها هاي أول هبضتك مسلمين تاء إني كتحدران وإذا كان العليان قفك إن وجع هذا أدوية إن وجع هذا النبي صلى الله وسلامه عليه وحكمت الماء أدوية إن إني تهاي مارتي وحاول ين عجار إني تهاي حيابها عجار كا إن ده النفط يوجع شيء oo markaa maaratay waxa weeyaan aad isku baabisaan oo isku maaratay halaagtaan in markii laga baqo maaratay qofka uu maaratay waxa weeyaan iska gaabiyo aamaasha ah maaratay waxa weeyaan xubbu maaratay dunida qofka una ogaado inay tahay madaaqisha iyo boosaska uu maaratay waxa weeyaan ibliis dadka uu ka galo oo maaratay laba qofka muslimka ah inuu iska ilaaliyo naxam ayuha ikhwa شيطانك قفك مركو أقرحي الدنيا ذا أقرحيه والدنيا ذا دلال كذي معان كذي وتسقفك قفك وحلاقي بقى إنه كتر حتقه وأنا مسدا ومسدا ورادينه يوي سمارت تحسن مرك أي كان تقفك إن محارمت إلهي سبحانه وتعالى وكل عه asagoo marka jacaylkaasi iyo xubiga qalbigiisa galay qabas ugu haya adduunyada maaragtay waxa weeyaan uu maaragtay ku taxtago yaa in marka qofka muslimka uu iska ilaaliyo madaaqishaasi oo ah meelaha maaragtay waxa weeyaan qofka uu ka gala shaydaanka inay tahay xubu dunida adduunyada jacaylkeeda adduunyada qofka inuu ka shaqeysto oo qofka adduunyada maaragtay waxa weeyaan uu maaragtay ka qaato wixii ilaahay u qoray oo ilaahay u qadaray lama diidano laakiin taa macnaheeda ma aha ayuha alikhwa inuu qofka isku sii dhexdaayo adduunyada uusan u aaba yeelin wax ilaahay ogol yahay iyo wax uusan ilaahay ogolayn subxaanahu watacaala marka min madaakhil ashaytaan waxaa ka mid ah xubu dunya qofka inuu ku beero jacaylka adduunyada inuu ku beero jacaylka adduunyada inuu ku beero oo qofka markaasi ay ku keento inuu maaragtay waxa weeyaan وحد قدبه وإلهي سبحانه وتعالى حدود يسي يماشي ودقي ومارتي وحاول ينقفك ونافه وحاكم إذا أولا ليال مداغش مارتي الشيطانك ووقفك وكسوغلو قفك إنو مارتي وحاول ين هوذي سقفك إنو أم عانيه inuu hawadiisa uu raaco qofka oo qofka kaskiisa iyo aqligiisa maaragtay waxa weeyaan uu maaragtay ku qanciyo macdalika qofkii uu noqdo qof ay hoggaamiso ama majaraha ay u haysa hawadiisa u hayso ilaa ilaahay uu tilmaamay subxaanahu wa tacaala afara'ayta man ittakhadha hawaahu afara'ayta man ittakhadha ilaaha hawaah ka waran qofka hawadiisa ilaah ka yeesha hawadaada marka inay ku hoggaamiso oo hawadaada maaragtay waxa weeyaan ay maaragtay unno ay aad ibadqana ku noqoto qudwo waa madaaqisha iyo meelaha shaydaanka uu ka soo galo waxay marka dambe kuu keenaysaa inaad adiga isu malayso wax kasta maaragtay aad ku sugan tahay inaad tahay qofkii toosnaa oo saxsanaa laana waxaa tahay qof majaraha loo hayaa tahay hawadaada ku hoggaaminayso in markii qofka muslimka ah uu iska ilaaliyo maaragtay waxa weeyaan inuu noqdo qof maaragtay hawadiisa maaragtay waxa weeyaan raaco oo hawadiisa ay hoggaamiso arrimaha marka waxaa qofka marka muslimka ah inuu ka muujiyo taxadir inuu ka muujiyo oo qofka muslimka uu iska ilaaliyo inuu maaragtay waxa weeyaan
هودي سقفك وضبجله وحكمة هاي مداقشة يبوصصك قفك شيدانك وكسر جله أي كمة هاي وين مرك قفك مسلم كأوسكيل عليه ويا وحأيك أمر إذا أنت بدل أما هودي هذا إمارته وحاول ينقوط المام يسوع صح ماها إلهي وحليه سبحانه وتعالى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله الراعن مارتي هؤلاء ذا الراعن أمرك وضد إلهي سبحانه وتعالى مارتي أي كالومسو أفرأيت من اتخذ إله هواه كورن قفك هودي سإله كيشا ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى بغير هدى بغير هدى من الله سمارت قفك هودي سرعة وربما يقفك أصلا الله شكا إن مارك قفك مسلم كأه وسن مارتي هودي سأوسن راعن وحين كم تهي مداقش يبوصصك قفك وشيطانك كقلوه مركا وباضيين إنو كوغن عي قفك إن مارتي وحويان هوديسا وراعوها هوديسا مارتي وحويان أي أنه قطوه مارتي وحو كشد القاطوه يميل ومارتي وحويان لو يهجامي إنه قطوه واتيولا ننكي شاعركا إذا ما أجبت نفس هداد مارتي وحويان أجيبت نفتها في كل دعوة دعوة كست يرتان كست نفتها كويرتا دعتك إلى الأمر القبيح المحرم مرة أخذوا حلايا بأنه كويرتا أمر خبيح أو محرم أنه كويرت مرة قفكو نفتي سكوع سوي أو نفتي سواحي أمر سقفك أوفريوي إذا أنت لم تعش الهوى قادك الهواء إلى كل ما فيه عليك مقال هذا النفت هذا كوع سن وحاي كأمر سقو حمانة أو ماشى يكوه جامسون أذكر رعده هذا ملحم بيكو كاتوريسا ملحم بيكاتوريسا عبد الله بن الملك عبد الملك بن مروان هذا الذي لجس جوريا يكمل ده وعلى ملك قف كمسلم كائن نفتي سئل عش أو نفتي سؤوسا راعن أو سن قن قف مرته هودي سراع محي لي أولا هذا رعده ملحم بيكاتوريسا وحلي بن تيمية رحمة الله عليه ننك صاحب الهواجة أقفك هودي سرعه وأقف إن دلع أبو يري أو كائن دلع وناج يخير يحق قدام بكائن دلع لأنه وأقف هودي سرعه فلا يستحضره ما لله ورسوله من الصح هذا السنة يقفك سي وح إلهي سبحانه وتعالى حقي أي وح رسولك حقي حقي كيمتونا مرك وح كستو الله شيء هودي سوء في رنايا هودي سوء بنيجيا وأنا ضدك وحولي هاي أنت بلن وحوي مارتي بادي وبا أرنوه ضدك مارتي وحوي أن أبن ديوه هودو ذا مارتي وحكس أبن ديوه مركا مداقشة يبوسسك الشيطان كا ضدك وكسو قلو حاكم دا وحوي مارتي هودو ذا رعضه ولا إن آتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين وتي إله الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة نتيجة هذا ما شاء كل ما عندهم توحي تهيئهم أدار رعضا من كاسي هو يقول أدار رعضه وحويان وحاتكم من نقول يساكوا الظالمين تأول ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم علمك يا مارتي يا دينتي يا وحيك مركو كوي متكبعد يا هداد راعدها وذودة إنك إذا لمن الظالمين مع ذلك أيها الإخوة مداقش مركز الشيطان كددك وكقل وحاكم إذا اتباع الهواء هوذا قفك إرو هوذيسا راعوه وقفك هوذيسا وكدكتوه مال مارتي وحويا أيضا وكشد علاقاته وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق الله سبحانه وتعالى آيات كاسمرك أورن وحي تلماما يعني أيها الإخوة والأخوات قفك إنو سن هودي سراعين هودي سا قفك إنو سن مارتي كم مارتي وحويا يلانين ضريب يوضم مارتي وحويا أيضا وكشد القاطو ونقول هذا قفك مسلم كآم الداقش يبوصسك وحويا قفك وكوهلاك سميو إنا يتهي وحويا هودي سأوقفك الراعه ومن مداخل الشيطان انت سأعيض إلهي وكيها الله سبحانه وتعالى وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم هو ينكو ذا الراعي مركا هودي ومركا قفك هلاك بكر ذيسا يملحم بكر ذيسا
مداقشة مركا ولا يلوى مداقشة يبوسسك إن شاء الله شيطان كددك وفقره انت هنكرينا ما هرمتي ويفرق بديهين وحال رامركا قفك مسلم كاء إنه تحدي الموجيه إسكا إلى اليوه عدو النمداسي شيطان كأون صوت الماني إلهنا سبحانه وتعالى إن بدن قرآن كيسا ونوديقي إنان إسكا إلى لنا شيطان كإنان إسكا إلى لنا محايا لي وحان نوغسوان خسارة نوغسوان وحان أورادنا يحاويان إنو نباضيه باي باضي ولبا أدوفك ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا شيطان كوحيدون يا إنو اللمياء وباضيه باضي أدوفك أدوفك إن مركب قفك مسلم كأتحدل وكموجيه أو إسكا إلى ليه وحويان شيطان كي بعد النمديسة يدد كمارته وحويان ما له وقصه قال مداقشة إنه قفك تحدر كم وجيه تاسع نوحي كيني سامركا قفك إنه بدباده أو مارته وحويان إسكا إلى ليه أو مارته كل عين كيد يدقرته يمارته وحويان ما له ومارته كسو قال إبليس أو شيطان كسو قال يه إلهي وحوي جسنا سبحانه وتعالى إنه إلهينا إلى ليه نحفظه شيطانك يا مداقشي سئلوا إلهنا إلى الله سبحانه وتعالى وجزاكم الله خير وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. جزاه الله خير شيخ أبو الفضل. إن شاء الله تعالى after صلاة المغرب we'll start with our English session for the English speakers بإذن الله تعالى. So we'll pray Maghrib right now and then after Maghrib we're going to have a lecture إن شاء الله تعالى. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Give me for some. Say so. I'm sure about it. I'm sure. She's a gentleman.